السلام عليكم. إذا حابب تعرف كيفية إيقاف التعليقات عن منشور محدد بالإنستغرام تابع الشرح. ولكن قبل البدء نصلي مع بعضنا على نبينا وحبيبنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتوجه إلى تطبيق الإنستغرام، بعد ذلك نضغط على أيقونة الملف الشخصي الموجودة بالأسفل، والآن نقوم بتحديد المنشور مثلا هذا، بعد ذلك نضغط على الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى، وأخيرا نختار إيقاف تشغيل التعليقات. كان هذا شرحنا لهذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك بالقناة دعما لنا لنشر المزيد من الشروحات.